لوين بدنا نروح اليوم؟ اليوم مشوارنا على مون لودج اللي موجود بمنطقة صنين. مون لودج مؤلف من 2 بونغالوز، كل واحدة منهم بتساع 6 أشخاص. وهيدي أول شاليه مؤلفة من مطبخ صغير مفتوحة لأوضة القعدة وفيها كمان 3 أوض نوم. وقدامها موجود بيسين انتكس وكمان جاكوزي. وهيدا الفيو ببين من 2 شاليه بيطل على كل الجبال الحلوة. شاليه تانية مؤلفة من أوضة قعدة وكيتشينات وهيدا فيها أوضتين نوم. وكمان في قدامها بيسين انتكس صغيرة وكمان جاكوزي.